حلويات غرناطة لصناعة الحلويات الشرقية والغربية، تأسست عام 1996 لتكون الأولى لكل روادها. بمعمل مجهز وثلاثة فروع انطلقت المسيرة لإنتاج أصناف فاخرة بجودة عالية، حلويات بمختلف الأنواع والمكونات لتلبي تطلعات عملائها، عصائر طبيعية وإفطار صباحي. نوفر خدمة البطاقة المصرفية بنفس سعر الكاش، كما يوجد لدينا خدمات التوصيل وتلبية طلبيات المناسبات والبوفيه المفتوح. للحجز أو الاستفسار الاتصال عبر الأرقام التالية: فرع تاجورا بجانب تاج مول 091-840-66-91، فرع تاجورا بجانب جزيرة 25 فبراير 021-940-045، فرع حي دمشق بجانب قصور الضيافة 091-940-055، وأيضاً فرع بمدينة مسلاتة. كما توجد غرف خاصة بالعائلات. غرناطة، الفرح عليك والحلو علينا. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فرع تاجورا غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية: 091-810-030 091-810-040. الدوفان، فن صناعة الآثار. أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سفرتنا، معكم إيهاب بن رجب. أرجعنا لكم بحلقة جديدة بوصفات جديدة سهلة وبسيطة زي ما عودناكم دائما. اليوم حنحضروا مع بعضنا وصفتين. رح تكون أول وصفة رح تكون لازانية التوست، من الوصفات الشهية والسريعة جدا، مناسبة جدا للطوارئ، للوجبة لآخر لحظة. هي عارف أنا مرات في من بعض من الأشخاص عندهم طلوع بتاع ملابس العيد أو الانشغالات أو غيرها، فالوصفة هي رح تكون حل منقذ لكم بإذن الله. أما الوصفة الثانية رح نحضره مع بعضنا رح تكون وصفة المحل بيت الزبدة، من الوصفات الزمنية اللي فيها طعم جميل جدا وحتكون فيها مستكة، فرح نعطيكم كل أسرار للتحضير المحلبية كنوع من السحور، إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. أحبائي الكرام، نحب نذكركم أن اليوم سبت، فأكيد رح نكون معكم على الهواء مباشرة. للتواصل معنا راسلونا عبر أرقام موجودة عبر الشاشة 021-360-0101 021-360-0102 021-360-0103. ويلي خارج الدولة بإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر. كذلك مشاهدين الكرام، نحب نذكركم أننا رح نطل معكم بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك. رح نطل معكم بحلقتين، ثلاثة حلقات رح تكون مباشر والباقي رح يكون تجير، بحكم أن اخترت لكم وصفات مميزة بإذن الله. كل سبت وكل ثلاث وكل خميس رح نكون معكم مباشرة على الهواء للتواصل معكم. ممكن تراسلونا زي ما قلت لكم على الأرقام الموجودة عبر الشاشة. وأيضا نحب ننوه بالمسابقة اللي مقدمة من حلويات غرناطة، كل ما عليكم الاشتراك في السحب، لايك وشير وتعليق على حلقتنا متاع اليوم، حتتم الإعلان على اسم الفائز أو الفائزة في بداية كل حلقة. وكذلك الحلقات التسجيل في هلبة بعض من الأصدقاء يبعثوا لي على الخاص كيف ممكن يعرفوا الاسم الفائز أو السحب. احنا طبعا في التسجيل مش مديرين السحب، أنا درنا السحب قبل حلقات، قبل شهر رمضان المبارك سجلنا الحلقات، فلذلك السحب رح يكون عبر صفحة سفرتنا. بعد كل حلقة خشوا على صفحة سفرتنا عبر الفيسبوك حتى تشوفوا اسم الفائز، وبإذن الله رح يتواصلوا معكم الجروب الكنترول.
وراح توصلكم مسج باذن الله. طبعا راح تشوفوا بعضنا من سعيد الحظ او سعيده الحظ اللي ربح معنا في الحلقه الماضيه. بسم الله توكلنا على الله. تشوفوا بعضنا الاسماء امامكم تظهر بشكل شوي حتى يتم الاختيار اسم الفائزه معنا. الفائزه معنا اليوم في حلقتنا اليوم سهيله محمد. الف الف مبروك، فزتي معنا ببطاقه كوبون مقدمه من حلقة غرناطه. كل ما عليك انك تستلمي جائزتك من احد الفروع، فرع حي دمشق او فرع انتجرا او فرع ام ثلاثه. وطبعا نحب نذكركم مشاهدينا الكرام اثناء تسجيل الحلقه راح يتم السحب، راح يكون عبر الصفحه مش عبر الحلقه، لكن لو كانت حلقه مباشره زي حلقتنا متاع اليوم راح يتم اختيار الفائز معنا على الهواء مباشره. اليوم حنتعرف مع بعض على مكونات الوصفه الاولى اللي هي لازانيا التوست. نشوف مع بعض المكونات حتى نحضروها مع بعضنا. طبعا بالنسبه للازانيا التوست نحتاج الى 1 رغيف من خبز التوست. ممكن تستخدموا الجاهز او تستخدموا الوصفه اللي انا منزلها لكم عبر صفحه ايهاب بن رجب. ممكن وصفه جميله جدا لو حابينكم تاخذوها موجوده في الحلقات الجديده. ممكن تخشوا عبر صفحه ايهاب بن رجب تشبحوا الوصفه كيف درناها مع بعضنا، او ممكن تشتروا جاهز للانقاذ. عندنا 400 جرام من صدور الدجاج، قطعوهم زي الشاورما يكونوا رقاق بهذا الشكل يعني مستطيلات. عندنا 1 حبة من البصل اللي تكون جناوح بهذا الشكل. حبة طماطم اختيارية ما بدش نضيفها للأمانة، لكن ممكن تضيفوها. طبعا أنا مازال ما كملتش شباب التسمية. عندنا طبعا عندنا الفلفل الحار، الفلفل الأحمر والأخضر ممكن حتى تستخدموه. تمام، وعندنا أيضا الأحبق حتى هو جميل جدا ممكن تستخدموه. عندي طبعا الربع كوب من الزيت او ملعقه من السمن زي ما انتم تفضلوا، ممكن تستخدموه. انا ديت انا ملعقه من السمن او ممكن زيت لو حابين. عندنا ملح وفلفل اسود، وعندنا قرفه او بهار دجاج لو حابين. طبعا الملح والفلفل الاسود حسب الرغبه. وطبعا عندنا ايضا مشاهدين الكرام حوالي 2 كوب او حوالي نصف لتر من كريمه الطبخ. تمام، ممكن تستخدموها. وعندنا كوب من جبنة الشيدر. تمام، وعندنا طبعا ملعقة من الصغيرة من البهار الدجاج، ممكن تابل تونسي، أي نوع من البهارات يلي أنتم حابينها ممكن تضيفوها مشاهدينا الكرام. توا رح نبدأ بتجهيز الوصفة متاعتنا. خليني ناخذ نبي السباتشولا. تمام، حنحط الزبدة أو السمن الأولين، نبي ندوبهم على النار. راح تعطيكم طعم لطيف جدا للدجاج. فأنا خلينا طبعا سخنت شوي النار، دوبنا هيك بندوبوا السمن بتاعنا، وراح نضيف عليهم توا احنا هنا مشاهدين الكرام الدجاج الشرايط اللي قطعناهم. انزلوهم بهذا الشكل. وراح نقلبه توا مشاهدينا الكرام. عندنا الدجاج بتاعنا نقلبوه لانك ياخذ تشويحه، بس بعدها ننزلوا عليه باقي المكونات. تمام، هيك نستنوا عليك شويه نبوك ياخذ هيك تشويحها كويس مع بعضهم. طبعا مشاهدينا الكرام بالنسبه احنا ايضا للدجاج ممكن تستخدموا اللحم لو حابين، ممكن شرايط اللحم ممكن تستخدموها بديله للدجاج، لكن انا استخدمت الدجاج بحكم طعمه اخف ويطيب اسرع. كذلك طبعا في مكون حتى نسيت نذكره اللي هو التومه. عندنا كميه من الفصوص التوم يكونوا كي مقطعينهم، رح تعطيكم طعم جميل جدا. طبعا في طريقه لحفظ التومه وهي من الحاجات اللي ممكن ربات البيوت رح يستفيدوا منها باذن الله. ممكن تاخذوا كميه تحطوها في ست البيت او في الفود بروسيسور وتطحنوها لين تبدا عندكم قوامها ناعم. ضيفوا لها شويه زيت او زيت زيتون وحطوها في تبروير وتخلوها في الثلاجة في الفريز، وقامت ما تبوا ممكن تاخذوا منها وتقعد لكم طعمتها فريش. عادة في المطاعم احنا نديروا بنفس الطريقة هي. تو احنا هنا راح نقلب الدجاج بتاعنا، نبوكي ياخذ هيك تشويحته ويتحمر كويس. نستنوا عليه شوية دجاج لين يتحمر بهذا الشكل ويتغير لونه. من مجرد ما يتغير لونه الدجاج بتاعنا فورا نضيف عليه باقي المكونات.
أنا أهم شيء نبي الدجاج هو الأول اللي ياخذ التشويحة متاعه. طبعاً ممكن أول ما بدأ الدجاج يتغير لونه زي ما أنتم شايفين نضيف عليه البهارات يلي عندنا. طبعاً نضيف الملح. طبعاً تكتروش هلبة ملح في الوصفة لأن إحنا عندنا فصل الوصفة جبنة فراعوا كويس في الموضوع هو. دائماً الوصفات تكون فصلها جبنة نحاول إحنا الملح متاعها يكون معتدل. شوية فلفل أسود راح نضيفوه عليهم وناخذ معنا اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أم غنى أسعد الله مساك، مساك طيب. مساك خير إن شاء الله يا ربي ومنور على البرنامج وبارك الله فيك على الأكلات الحلوة اللي تقدم فيها ومشكور جدا. شكرا الله يفتح عليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سلمي إيديك يا ربي إن شاء الله ربي يحفظك ويحفظ الجميع إن شاء الله يا رب. يا رب أجمعين. بارك الله فيك. شكرا لحضرتك. تفضلي باك عندك سؤال أو استفسار على وصفة معينة أختي أم غيد. لا والله وصفاتك كلها يعني تابع فيك يعني وصفاتك كلها ما شاء الله بصراحة يعني. شكرا كلها يعني ما شاء الله إن شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله. شكرا شكرا الله يفتح لك هذا لطفك. بارك الله فيك. شكرا لحضرتك. بارك الله فيك. مشكورة كل قدر الله يفتح لك. شكرا لحضرتك نورتيني. شكرا لك. احنا طبعا احنا مشاهدينا الكرام داك الدجاج ياخذ تحميره زي ما انتم شايفين كيبدا ياخذ في تحميره. احنا الفكره لما حطينا الدجاج هو الاول باش نبيه يتحمر. لو حطينا البصل صعب تحميره الدجاج ياخذ لون. انا البصل راح ينزل ميته فانا حبيت نضمن هيك الدجاج نتاعي ياخذ تحميره كويس باش بعدين نضيف عليه باقي المكونات. ممكن على فكره نضيف الفلفل في المرحله هي. ممكن تستخدموا فلفل الوان راح يعطيكم طعم جميل لو تستخدموا فلفل الوان على فكره او الوان لطيفه. انا حبيت استخدم فلفل حار للامانه هنا. بناخذ معنا اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام وداد من مدينه طرابلس اسعد الله مساك. مساك كل طيب. كل عام وانت بخير ونعاد عليكم بالصحه والهنا انتم والقناه كلها ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب وانت كذلك يا رب يا رب اللهم امين. تفضلي. بارك الله فيك. انا بنفس الكوليديا في حلقه مش مباشره درت ال الحمد لله. نتاع اللي ياكلوا فيه كاع الرجيم نسيته والله نسيته. ترى سمي لك في رمضان. لا لا تو اي تو درت هذه رمضان اي درت منها هيك زي الكويرات. تمام كرات الرافاييلو اللايت. مظبوط مظبوط مظبوط. بنسال ولادي على الشوفان. الشوفان ياكلوه ياكلوه مش ما يحمسوش ما لا لا عادي لا 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 تاكل نير على فكره عادي جدا لانه هو اصلا محمص. هو اصلا هو القمح نتاعه ضروري يتحمص باش يجيك رقائق الشوفان نتاعه سواء كان دقيق او سواء كان حبوب راه لا عادي يعني تاكليهم عادي. صار محمص يعني جابوه لي في علبه جابوه لي في علبه لكن هيك حسيت فقلت نسال ولدي وداد نسال ولدي. لا 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 فيش اي مشكله مدام. لا لا بالعكس عادي تقدر يعني تاكلي تناوليه طول. بالعكس انا من الناس اللي نفطر عاده في شوفان وحليب يعني انت ما كان كورفليكس بالضبط. لا لا عادي تقدر تتناوليه هو نايم لان عاده لان عاده اصلا يندار حتى في السلايت هو يعني الشوفان. اي لا انا اللي ما فهمتهاش ان هي الحمسه قلت لي انا الحمسه في الطاوه وبعدين نديها مع الكوره. لا 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 استخدمي زي ما هو من العلبه طول مباشره. بارك الله فيك وربي يفتح عليك ولادي ويرحم امينتك وبارك الله فيك. الله يبارك فيك ويرضى عليك ورعونا على الحضرتك. انا غلطنا معاكم ولا ما عرفناش كيف نتكلم. لا لا فيش اي مشكله لا عادي. وهي الوصفه موجوده عندك ولا انت فتاتك وصفه كرات رافاييلو؟ لا يعني والله اللي سبحتك يا ولادي سبحتك في التلفزيون ما عنديش يعني ما نعرفش النت هذه سبحتك تمام. في التلفزيون وقلت نبي نجربها قلت قبل بنجربها نستفسر من ولادي. تمام الله يفتح عليك مدام ام وداد. خلص باذن الله ان شاء الله انا توا لو في امكانيه شباب الكنترول راح يطلعوا لك الانسرتات المكونات على الهواء ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك وربي يفتح عليك. الله يفتح عليك. شكرا لحضرتك. شكرا لك. شكرا لك. الله يفتح عليك. يومك مبارك. شكرا لحضرتك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مشكوره. شكرا لك. مشاهدينا الكرام طبعا بالنسبه للوصفه هي ممكن تحولوها دايت تماما لو نستخدموا توست اسمر. وداير وصفه على فكره في صفحه ايهاب بن رجب موجوده مكتوبه بالعربي ايهاب بن رجب. ندير لكم وصفه التوست الاسمر لو حابين نديروها بوصفه صحيه وبدل السمن ديروا زيت زيتون وبدل كريمه الطبخ ممكن تستخدموا حليب خالي الدسم مع كشيك شوفان
وهيك قلبنا الوصفه 180 درجه تكون هيلثي. ناخذ معنا اتصال من الاخت انتصار صديقتنا وزميله البرنامج. اسعد الله مساك اخت انتصار، حنحطه لبصلته واحنا هنا. السلام عليكم. نهارك طيب. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله نعمة. طمنين عليك، شنو اخبارك؟ لا سلم الحمد لله، مية مية امورنا الحمد لله. اخباركم انتم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتناصح الاستاذ الملتقى مكرمتي علي حرب الصدر بارك الله فيه يقول لنا وكل كادر، وان شاء الله دائما منورين. واخوات الشكر من قبلي ان شاء الله ربي يحفظهم، وما شاء الله كثر احبابي وخير ما شاء الله، يعني كل حلقه فيها مستمعين جدد ويشكروا فيك، معناها مش من الناس فقط، الحمد لله متعفه لنا الحمد لله. الحمد لله. احنا يعني احنا ناخذ في كل الدعم من حضرتكم للامانه، يعني حقيقه يعني احنا يعني انتم يعني احنا نجوا نطيبوا على خاطر حضرتكم، يعني بجديات شكرا شكرا لكم. يعني مقدرين، ما احنا مقدرين حضرتك حتى في الايام العاديه في الاقصاء في الفطر دي وقت القيلوله، فجديات يعني دي تسجل ليك، وان شاء الله في ميزان حسناتك وكل كادر جديات حاجات جميله جدا. ونسلم عليك عيسى يعني بستان عطاء، مشغوله هي شويه. سلمين سلمين عليها، هي لها فتره هي ما دام عايشه مغيب علينا، فسلمين عليها. والله هي تو رميت عليها، هي اساس بايته مع والدتها ربي يحفظها ان شاء الله، فدوم لما فاساس مسلمه تكلمك ان شاء الله يعني تتصل بعدها. فقلت لها جوات الشيف على الحويره، قالت لي الله نقول لك على شوف عرفت الحويره ولا يا سيف؟ شنو هي؟ الحويره. لا عرفتها، احنا عادة يقولوا لها روينا، لا عرفت قدرت عليها بحث أنا في الموضوع. أنا قدرت عليها بحث، وطبعا بنشكر حتى الأخوات اللي والأصدقاء اللي قاعدوا يعلقون عبر الحلقة، في ناس قاعدة تعلقنا عبر الحلقة، يعطوا في المسميات نتاعها نتاع المدن، فأنا لا ظبطها، وعلى فكرة مش متناولها عموما لكن ظبطها يعني ما يعني مر علي. هي قديما كنا احنا في مصر نقولها روينا، بمعنى مخلص يعني مع بعضها تمام. لكن بعدين شوية كي يعني زي الجيل الثاني يقول له حويرة، حتى وين تشريها بديش تقول للبائع أو العطار روينة، ما تقدرش تقول له حويرة. حويرة بمعنى تشمل القصب والشعير، وزادتني عويسة قالت لي دورة المكسرات واللوز والكاكاوية والكمامين، فجربها بالله عليك يا شيخ، قلت جربها. بس وهي ما دام انت صارت هذه تفطروا بها صح ولا في الفطور يعني؟ يا شيخ يعني لو ما عندكش مشاكل في المعده، في ناس عندها مشاكل معده في السحور، يعني هي تشبع فيها، تخايل فيها نوع من انواع المكسرات كاكاويه ولوز وكمون حلو بتاع الكعك والكمامين الثانيه، يعني تخايل والقصب والشعير وقمح يعني مع بعضهم، بعدين يمحوا للباهي يعني تغرب لهم ويبيعوا فيها بالكيلو هي تمام. لكن قلت مش كل واحد منا بائع محترم ليهم او عطار تاخذ منا، يعني في حليب مصراتك في نساء خاصات فيه في البيوت، يعني المحلات ماخذوا منهم يعني. وين تاخذ بديها يا شيخ؟ مثلا بديها حتى في طاقه ليك مثلا او متر او كما تبي، تحاول يعني تديها شو نقول لك، ما تكونش خاطره هلبه يعني كانها عصير، فهمت اللقطه وين؟ وتخلطها بسرعه لانها بتدير شويه تكربز منك بمعنى بالدارجه، فهمت؟ فهمت الصوت؟ وتدير لها شيء سكر معاه زيت زيتون مروعه بصراحه، قوه بالله يعني فهمت؟ ما تضيفوا لها في زيت زيتون معناها انتم؟ زيت زيتون كما يبي، لكن نحبها زيت زيتون، تعطيها نقطه وتعطيها مزاج حلو بصراحه. زيت زيتون بها يعني حلوه، تقدر تاخذها ببلاش يعني، لكن شخص الزيت زيتون اللي كانت الوالده تدلنا فيها، فناخذ فيها في السحور مثلا، انت ما خاطرتش ما تبيش تاخذ يعني مدين، حتى جماعه الدايت تقدر تفحم يعني. اليوم الثاني لا قوه بالله تحس بشبع وبريحيه في المعده، ما شاء الله قوه بالله خير من الحاجات الحاره والتوابل وقت السحور حتى تمام. تهدي طالما فيها قمح هي كويس حتى المعده، يعني تعطي حتى نوع من الدواء للمعده. القمح والقصب جميع انواع الكمامين والشعير يعني يتحمس، كنت ندير فيها في البيت بروحي يعني. لكن تو تطورت الدنيا ورأت النساء يديروا فيها، اللي هذه اللي بيتسحر يعني. نتمنى الحاجات الطبيعيه يا شيخ ياخذوها في حتى في الافطار عادي، فيش مشكله يعني. باين البسيط الزواريه يا شيخ عندي لها طريقه يديروا فيها في التمر، هل عندكم ولا يعني؟ ناخذ الحولة النواه التمر، ناخذ البسيط الزواريه الصفره يا شيخ عرفتها؟ ناخذها ونزيد عليها الشاميع تمام، وعليها زيت زيتون ونديرها حتى هي تتأقل يعني باهي، وناخذ التمر نحول النواه ونحكي به،
والله الطعمة لا قوة إلا بالله مع مع الحليب، لا قوة إلا بالله على الإفطار يعني ما شاء الله يعني حتى في البيت أحبوها أكثر يعني. هي الحاجات هي اصلا بالمجمل العام سواء كانت الروينز او الحوريه زي ما قلت في حضرتك او البسيس او الزميطه كل الحاجات هي يا ريت احنا نكثر منها شويه لان احنا عندنا مميزات ممكن الدول الغربيه يعني يفتقدوها يعني وحاسديننا فيها الامانه الحق. ده هي طريقه بسيطه ثانيه حتى في الافطار التمر هذا المعجون العادي بدل ما تاخذيه بروحه مره تقولي اياه بس حاولي تديريه في زيت في زيت زيتون شويه تخلطي الزيتون يكون سائل تمام يعني حتى وخذ الزلزلان يعني تنتم يعني يقولون احنا الزلزلات تحاول تجريه بعدين تجريه يعني قوام هيك طوال يعني هيك عشان تناوليه مع في الافطار في اللي يقول تحب المعجون ما تحبش التمر العادي فخذ بدك العديدات الكبار امهاتنا ربي يحفظهم جداتنا خذي له دليله بزيت زيتون ورشي عليه الزلزلان الاحمر يفضل من قبل تمام والله لا قوه الا بالله كثير في الحوض حبلون عليه ما شاء الله لا هي حاجات هي بجديات يعني المفروض يعني الانسان شوي يعني يحافظ عليها يعني ويتناولها يعطي لقطه الصورته يفرح نفسه يعني مش نحط تمر وهيك خلاص يعني يعطي لقطه مره بسيطه اليوم معزول ضروري منها رغم انه تو بدو يعني الجيل الجديد اللي هو انا منهم يعني الفكره بدو يعني يستخدموا في اللوتس وفي الحشوات الفستك والبستاشيو وغيرها يعني لا ما فيش بس تو نضيف الحليب باللوز تمام نعطيه التمر معاه ما نكثرش من التمرات يعني حلو حلو بس المجمل تاخذ منها 200 ثلاثه او ديما ما تاخذ الزوجي على السنه الرسول عليه الصلاه والسلام فبديك تبدا المعده ما شاء الله يعني مش ديما العزائم معاها العزائم والحاجات هذين بس الحاجات هذين والعصائر الطبيعيه يعطي حتى العصير الثاني فرش يا شيخ اللي تاخذ الليم ومعاه النعناع لا قوه الا بالله بعد الاكل مهضم لا قوه الا بالله يعني تديرها في البيت الليم تحطها في البيت او الخلاط وتدير معاه النعناع يعني فبديك الثنين هذين يعطي النكهه جميله جدا وتعطي اريحيه المعده لازم تاخذ الشربه والمعجنات وتنوض تخمه وتصلي التراويح كوب يعني من العصير الليمون ومعها النعناع تقول بالله بديت عن تجربه يا شيخ مضبوط لا هو اصلا الليمون والنعناع هو الليمون والنعناع انت بالي فكرتيني ما دام انت صار هو اصلا الليمون والنعناع انا جهزت حلقه على فكره فيها عصاير باذن الله غدا راح تنعرض حلقه غدا مش من تو بس بنوه عليها حلقه غدا راح تكون حلقه خاصه بالعصاير ودرت يعني من ضمن مجموعه من العصائر من ضمنها الليمون والنعناع والليمون والنعناع مهم جدا في الصيام لان فعلا يروي العطش وفي نفس الوقت الحموضه الموجوده في الليمون الموجوده في الليمون تساعد في الهضم ما بعد الفطور يعني هي ديما ننصح بها بعد الفطور بالضبط يعني بعد صلاه التراويح كويس يعني الواحد ياخذ عصير ليمون يعني ايوه حاجه انتبهوا موضوع السكر بس موضوع السكر شوي يعني انتبهوا له بس مش لازم السكر يعني مش لازم السكر الليمون ما يحتاجش السكر يعني هو بروحه منعش بالضبط حتى بس حاجه بسيطه يعني والحاجه الاخيره نقولها اني فزت يا شيخ حاجه بسيطه والراجل في الرياضيات المشتركه رائد الثقافي بعد جدة نذكرة فزت بكوبون حلويات 150 جنيه عقبال يفوز معاك يا شيخ مظبوط يعطيك صحة مدام انتصار وربي يحفظك ان شاء الله يا رب واستنينا غدا ان شاء الله باذن الله باش تجربي وصفة العصاير ان شاء الله بارك الله فيكم وصحة طولك ورب يعطيك الصحة والعافية شكرا شكرا على الإشارة بارك الله فيك يا شيخ جمع شكرا ولو بالعكس انت بالاشخاص اللي نستمتع بمكالمتها يعني تعطي فينا حتى من الروتين بتاع حضرتك يعني شكرا لك مدام انتصار بارك الله فيك منور منور الحمد لله الله يفتح لك الله يفتح وسلمينا على أبلة عايشة حتى شكرا لحضرتك قبل انتصار شكرا لك بارك الله فيك شكرا لك احنا طبعا اثناء مكالمه قبل انتصار احنا طبعا اثناء مكالمه قبل انتصار قلبنا الدجاج بعدين ضفنا عليه البصل خلينا البصل لين يدبل شايفين فولا البصل متجانس مع الدجاج ضفنا عليه التومه وضفنا عليه بهار الدجاج وضفنا عليه شويه حبق وتو بنقلبه المكونات هي كلها مع بعضها بهذا الشكل طبعا الروايح مش قادر نصفها يلي طالع رغم ما فيش هالبهارات طبعا رح نضيف عليهم واحد كوب من الكريمة الطبخ بديل الكريمة ممكن تديروا صوص بشاميل انا استخدمت كريمة الطبخ اهم شيء كريمة الطبخ الحارة مش بتاع الحلويات عندنا احنا كوب بتاع 300 جرام اي ما يعادل
خلينا نقولوا اقل من نص لتر بشويه. طب نقلبهم مع بعضهم لين تختر كويس. وفلتنا هي كرات الرافاييلو اللايت اللي طلبتها المتصله السابقه موجوده على الشاشه، ممكن تدونيها مدام او تلقيها لحضرتك مدام ام وداد. وصفه الكرات الرافاييلو اللايت راح تطلع لكم على الشاشه، حتى ممكن تدونوها يلي فتاتها الوصفه، وراح نشرح عليها بالتفصيل بعدين. انا هون بعد ما نقلب الكريمه زي ما انتم شايفين هيك نقلبوها تكون هيك جانست كويس. السلام عليكم. الو، عندنا متصله احنا. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. مساك مساك. اسعد الله مساك. مساك مساك. الحمد لله بنعمة. الحمد لله. طم مين معنا؟ احنا الجروب اعطناش الاسم حضرتك. بنت ريايمة. اسعد الله مساك. اسعد الله مساك مدام بنت ريايمة. مساك مساك. طيب شنو اخبارك؟ الحمد لله بنعمة، طمنين عليك ان شاء الله بخير يا رب. الله يبارك خير الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ماشي الحمد لله. طمنينا ان شاء الله هيك عجبتك هيك الوصفة مبدئيا يعني. والله الحمد لله عجبتني، لكن نسحبك تجيب اليوم الكيكة ولا؟ الكيكة مظبوط مظبوط، كيكة أبلة إيمان مظبوط. إحنا خليناها إيمان. مظبوط، إحنا خليناها اليوم الثلاث، يوم الثلاثاء بإذن الله. هو التقصير كان من يعني عموما يعني كان المفروض يعني نجي أبكر من هيك باش نجهزها، لكن جينا مع الوقت، فبإذن الله يوم الثلاث مباشرة راح نحضروها الكيكة بإذن الله إن شاء الله. شكرا. وعلى فكرة من الكيكات يلي بجديات من اروع الكيكات يلي فعلا يعطيها الصحة قبل ايمان يعني اللي شاركتنا في الوصفة. ربي ان شاء الله يسلم ايديها وربي ان شاء الله يعطيها الصحة. يا رب على مشاركتك كمان معاها. يا رب. واني من معجبين الحلويات، الحق الراجل يسحب اليوم الكيكة. على فكرة احنا مش ناسيين جماعة الحلو، اليوم عندنا وصفة محلبية الزبدة بالمستكة من الوصفات الرائعة، حتى هي وفيها طعم يعني خيالي، فحتكون في الفقرة الثانية من حلقتنا متاع اليوم، فمش حتكون وصفة هي بس. حتى تو طبق حلو. فحتى تو مدلين لكم يعني حلويات. شكرا يا شيخ، ربي يسلم ايديك. الله يفتح عليك، شكرا لحضرتك، نورتيني، الله يفتح عليك، مشكورة. شكرا لك، شكرا، شكرا لحضرتك، بارك الله فيك. تمام، احنا مشاهدينا الكرام راح نجيبوا توا الطاجين. عندنا انا الوصفه طبعا خلاص على وشك انها تجهز او بالاحرى هي جهزت. طبعا مشاهدينا الكرام، انا قبل ما نبدا في الوصفه بنسمي كرات الرافاييلو كيف درناها للمدام ام وداد. بالنسبه لوصفه الرافاييلو احنا طبعا خلينا الزبده فول السوداني، كان الشباب لو في امكانيه يطلعوا لنا المكونات مره ثانيه بس على الهواء. بالنسبة لوصفة الرافاييلو الكرات الرافاييلو اللايت عندنا كوب من الشوفان، نصف كوب من اللوز، ممكن كاكاوية على فكرة محمصة، عندنا نصف كوب من جوز الهند، ملعقة من الطحينة، ممكن خلوها ربع كوب من ملعقة من الطحينة، ربع كوب من زبدة فول السوداني هي بينا باتر، وملعقتين كبار من ستيفيا سيروب أو عسل. أول شيء خدينا طاوة أو طنجرة صغيرة حطينا فيها الطحينة والبينا باتر او زبده فول السوداني اللي ذابت عندنا، بعدين ضفنا عليها المحلى بتاعنا سواء كان السيرب الستيفيا او العسل. بعدين مشاهدينا الكرام طفينا عليهم، طحنا في الميكسر او في مالقي الطبق الخلاط او البلندر او ممكن مالقي الفروبيغ، خلطنا الشوفان مع اللوز، بعدين ضفنا عليهم الخليط يلي عندنا بتاع الطحينه وزبده فول السوداني، عجناهم وبعدين تكونت عندنا عجينه. أنا ضفت حصلت قشطة لايت ضفتها، لو ما عندكمش ممكن تكملوا العجن بزبدة فول السوداني أو بالطحين لين تتكون عندكم عجينة. كورناها بعدين حطيناها على جوز الهند، وكل واحدة حشيناها بطرف لوزة وقلبناها وحطيناها في جوز الهند وقدمناها على شكل كور. هذه بالنسبة لوصفة كرات الرافاييلو اللايت. توا راح نبدأ بتجهيز عندنا الطاجين التوست السريع توا أو لازانيا اللي اتصت، هنحطها في الفرن بعدين نخرج الفاصل. طبعا ناخذ طاجين بشكل هواء، هنحاول نحطها هيك باش الكاميرا تقدر تاخذنا بالضبط. راح ناخذ حبات التوست متاعنا وراح نستفوهم بهذا الشكل.
تمام، رصوا هيك حبات الطست متاعنا. هذا من الطاجين المنقد، يعني عفوت الوصفات يلي تنقدكم، هذه احدى واحد منهم. حنحط عليهم كميه من الخليط الحشوه متاعنا. ممكن على فكره ديروا لحم مفروم، ممكن حشوه اللازانيا التقليديه، لكن جربوها بالدجاج رح تعطيكم طعم جميل جدا، رح تكون مميزه، يعني حتكون وصفه جديده ومميزه عليكم باذن الله. نحطوا كميه من الدجاج، خلينا نتاكدوا ان البصل يكون طيب كويس، بس احنا حطينا جناوه تمام، وهيك بنشبوه حتى بالصوص كذلك الطست بتاعنا. بعدين حنرشوا شويه جبنه شيدر عليهم، نرجع توا نحطوا طبقه ثانيه من الطست. يا سلام لو كان طست دايت راح يكون وصفه صحيه بامتياز. نضغطوا عليهم كويس، نتأكدوا ان التوست يتشرب، بعدين نرجع ناخذه من الحشوه متاعتنا ونملوا بها الطاجين بهذا الشكل تمام. وبنحاول نخلي شويه صوص على الوجه تمام. بعدين نرجع ناخذ اخر طبقه عندنا من الطست، نحطوهم بعدين. مشاهدينا الكرام رح ناخذ كل ما تبقى من الخليط متاعنا او الحشوه متاعتنا وراح نوزعها كتوزيع. نتاكد بس ان حبات التوست كلها يعني اخذت من نكهه الصوص او الطبقه الثانيه بالشكل هو، وراح ارش عليها توا الجبنه الشيدر. أنا هذا قلت لكم الملح شوي يعني نقصوا فيه، ما تحطوش كمية الملح كلها من الأول لأنها الجبنة الشيدر فيها ملوحة. وطبعا خبز التوست راح يشرب كل الصوصات اللي موجودة، فما فيش أي حد حيعرف إن هو توست عموما، يعني من الوصفات الجميلة جدا. وعلى الوجه بنحط هيك شوية حبق، بحب هيك يتحمر معهم تمام. توا رح ندخل الطاجين اللطيف هو للفرن عند درجة حرارة 180 من فوق وملوطة لين ياخذ تحميرة، ويبدا الطاجين عندنا محمر والجبنة كلها عندنا تدوب. في الاثناء رح نخرجوا لفاصل قصير جدا ما بينك نكون وضبنا هيك الكاونتر باش نرجع لكم نديروا مع بعضنا الوصفة الثانية اللي هي محل بيت الزبدة. فاصل وراجعين. حلويات غرناطة لصناعة الحلويات الشرقية والغربية، تأسست عام 1996 لتكون الأولى لكل روادها. بمعمل مجهز وثلاثة فروع انطلقت المسيرة لإنتاج أصناف فاخرة بجودة عالية، حلويات بمختلف الأنواع والمكونات لتلبي تطلعات عملائها، عصائر طبيعية وإفطار صباحي. نوفر خدمة البطاقة المصرفية بنفس سعر الكاش، كما يوجد لدينا خدمات التوصيل وتلبية طلبيات المناسبات والبوفيه المفتوح. للحجز أو الاستفسار الاتصال عبر الأرقام التالية: فرع تاجورا بجانب تاج مول 091 840 66 91، فرع تاجورا بجانب جزيرة 25 فبراير 021
940-045. فرح حي دمشق بجانب قصور الضيافة 091-940-055. وأيضاً فرع بمدينة مسلاتة. كما توجد غرف خاصة بالعائلات. غرناطة، الفرح عليك والحلو علينا. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فرع تاجوراء غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 091-810-030 091-810-040. الدوفان، فن صناعة الآثار. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام بعد الفاصل، إن شاء الله غير مكنوش عطلنا عليكم. طبعا أثناء قبل الفاصل عفوا نحب نذكركم بالمسابقة اللي مقدمة من حلقة غرناطة. كل ما عليكم الاشتراك في السحب، لايك وشير وتعليق على حلقتنا متاع اليوم حتى تخشوا معنا في السحب، وراح يتم الإعلان على اسم الفائز أو الفائزة في بداية كل حلقة. وكذلك نحب نذكركم ونحن على هواء مباشرة للتواصل معنا، بإمكانكم التراسل معنا عبر الأرقام موجودة عبر الشاشة 021-360-0101 021-360-0102 021-360-0103. ويلي خارج الدولة بإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر. طبعا احنا قبل الفاصل حضرنا الوصفة الأولى اللي هي درنا طاجين اللازانيا بالتوسط، درناه طبعا حطيناه في الفرن زي ما شايفين قاعد يتحمر وياخذ فيه لون لطيف. في الاثناء هي رح نحضروا الوصفه الثانيه اللي هي محلبيه الزبده. مكوناتها على الهواء، طبعا بسم الله توكلنا على الله. تشوفوا بعض المكونات وصفه محلبيه الزبده، من الوصفات الشهيه جدا مناسبه للسحور، من الوصفات اللي فعلا لازم ما تجربوها. عندنا 3 أكواب من الحليب، طبعا الكوب هذا يديلي 3 أكواب، يعني كمية شوية كبيرة. عندنا طبعا عيارها سهل، راح يعني تلقطوه طول. عندنا 3 أكواب من الدقيق، 3 ملعقة كبيرة من السكر، 3 ملعقة كبيرة، 3 ملعقة صغيرة من شاي، ملعقة كبيرة من الزبدة. ويا سلام لو كانت زبدة عربية رح تعطيكم طعم جميل جدا. ما في زبده عربيه، ممكن تكون زبده حيوانيه، بس تعطيكم الطعم المحلبيه الكريمي اللي حتحصلوا عليها. وعندنا 3 حبات من المسكه، وعندنا شميه ومكسرات للزينه اللي هي حصلتها تكون شعيرات بهذا الشكل، وكنت تستخدموا مكسرات بس او اي نوع من الزينه انتم حابينها. اول خطوه رح نجيب كاسرولا عندنا، وحنستخدم 2 أدوات اللي هي السباتشولا والوسك او المضرب. رح ناخذ توا الكسروله اللي خليناها سخونه شوي على النار، لان انا بواكي تسخن اكثر المحلبيه. حنحط فيها الحليب بتاعنا، طبعا الحليب يفضل يكون كامل الدسم. لو بتحولوها لدايت معناها بديروا حليب خالي الدسم، بديروا ايضا عليهم السكر ستيفيا. نحط السكر، نحط انشا، تمام، نقلبهم بس على البارد، نتأكدوا انهم قلبوا كويس ورجعوهم على النار. طبعا ما وقفوش تقليب، حنقعد نقلبوا هم في البداية بس مش مبيش اي شيء يطوب مني. اول ما قلبنا وحسينا فورا داب عندنا انشاء، راح نستخدم توا السباتشولا متاعنا ونقلبوا الخليط. طبعا
في ملاحظه مشاهدينا الكرام، انا مستخدم صح سباتشولا بلاستيك لكن ايدها حمراء، فيعني هذه سباتشولا حراريه تتحمل الحراره فوق 120 درجه. يعني السباتشولا هي نقلبها ما تدوبش، وفي نفس الوقت البلاستيك اللي مصنعينها بها هو بلاستيك فايبر رقم 23، يعني مقاوم للحراره، فانتبهوا للموضوع مش نقلبوا بحاجه نقعد دايبه فصل محلبيه ما عندكمش منها السباتشولا، هي ممكن تقلبوها بكشيك لوح. تمام، حنقلبوا توا هنا المحلبيه، موقفوش تقليب. طبعا احنا سبحان الله لما ندير المحلبيه او كسردة جميع التليفونات تنزل علينا، جميع يلي بحاجه فورا بدا ينادي علينا موضوع المحلبيه موقفوش تقليب، بس متطوبش منكم. المحلبيه وصفه سهله، السر الوحيد اقعدوا قلبوا فيها، يعني هذا هو الموضوع. ناخذ معنا اتصال ام خالد. الو، السلام عليكم، من البيضة. اسعد الله مساك. السلام عليكم اختي ام خالد، كانت تحاولي في مكان فيه تغطيه بس لان صوتك مش واضح عندنا. ايوه، السلام عليكم. توكي بهي هيك تمام. وعليكم السلام ورحمه الله. اسعد الله مساك ام خالد. ربي يعاونك يا وليدي، ربي يحفظك انت وليدي. تسلم، الله يفتح عليك، ان شاء الله مفتوحه قدامك. يا رب يا رب. اسمعي، نبي طريقه طاجين جبن. طاجين جبن، حاضر. هو احنا مدارينا قبل في السابق، كنتوا نسابين هو لك اثناء الحلقه باذن الله. ما في دي يقول لي في لحم وفي دي في دجاج، وانا ما بديش في الحاجات هذه، بدي خضره بس ما بديش دجاج ولحم. تبين فيجيتيريان نباتي يعني. ايوه. عندك مشكله مع البيض ولا حتى هو؟ لا لا عادي، من البيض عادي. تمام، لما ما في ناس عندها حتى حساسيه من البيض، فتمام. لا خلاص 100%. ما بحبش، جاتي ما بحبش الحاجات هذه. كيف؟ الطاجين زي الدجاج زي اللحم ما يبيش فيه. تمام، لكن ما عندكش مشكله مع الدحي؟ عادي لو ضفنا فيه دحي عادي. عادي. تمام، حاضر، رح نسمي لك وصفه، رح نسمي لك وصفه، خليك معنا بس في الحلقه، رح نسميها هنا مرات نهايه الحلقه. باهي ان شاء الله، وربي يعاونكم، وان شاء الله ربي الله يفتح عليك. اسمعني، يقول ان شاء الله ربي يفرج علي اولادي ان شاء الله. يا رب. اللي بيساعدني ان شاء الله حتى الضاق كحلي يا وليدي، بس ما بدي شيء الا الضاق كحلي. اللي ساعدني ضاق كحلي. ان شاء الله يا رب يفرجها عليك مدام، و ان شاء الله يعني متواصله معك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، ان شاء الله ربي يحفظك، ان شاء الله ربي يعاونكم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. الحمد لله، ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يفرج عليك ويفرج على جميع الامه المسلمين ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، ان شاء الله. لا لا بالعكس، ربي يحفظك ان شاء الله ويعطيك كل ما في بالك. خليك معنا بس على الخط، ما تسكريش، حيتواصلوا معك ان شاء الله الشباب باذن الله. الله يفتح عليك ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله ربي يعني يفرجها عليك يا رب ان شاء الله. تمام، شكرا لحضرتك. بلاي شباب لو تتواصلوا معها بس. تمام، احنا طبعا ان شاء الله يعني يوسع على جميع الأمة المسلمين ان شاء الله يا رب. طبعا احنا مشاهدين الكرام حطينا طبعا الطاجين في الفرن، طبعا قاعدين نقلبه في المحلبين، نقعد نقلبه فيها لين تتخلط كويس. تمام، اهم شيء انشاء عندنا مشاهدين الكرام نبوش يطوب، فموضوع انشاء هذا ركزوا فيه شوي، لان لو ما وقفنا التحريك فورا راح الدنيا راح تخش بعضها عندنا احنا هنا، فلازم نقعد نقلبه باستمرار. شايفين كيف قوام ده يرجع كريمي، ان الطاجين في الفرن احتوى خلاص، يعني المفروض انه يكون طاب. راح نطفوا عليه الفرن، نرجع للمحلبيه بتاعنا. تمام، شايفين كيف قوامها اول ما تبدا تشد معنا. عندي هنا مستكة، راح ناخذ حبة، اثنين، ثلاثة من المستكة، وهي بروحها راح تدوب. نقلبه ويكي ولت، محلبيتنا جاهزة، حنطفوا عليها، قوامها كريمي مشاهدينا الكرام، شايفين كيف؟ طبعا راح نضيف عليها الزبدة، وهنا السر، الزبدة هي راح تعطيها طعم جميل جدا للمحلبية بتاعنا. وناخذ معنا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخت مريم من الخمس، أسعد الله مساك، أختي مريم، مساك طيب. أخبارك يا شيخ؟ كيف صحتك؟ الحمد لله في نعمة، طمنين عليك، إن شاء الله بخير يا رب. إيه الحمد لله، يعطيك الصحة على اللي فيني شيخ. تسمي، الله يفتح عليك، بارك الله فيك. تفضلي.
بديك طريقة الدجاج المحمر في الكوشي. عفوا طريقة شنو؟ الدجاج المحمر في الكوشي. الدجاج المحمر في الكوشة، تمام حاضر بإذن الله، راح نسميها إن شاء الله بإذن الله. كاملة تبيع حضرتك ولا دجاجة محمرة كاملة؟ إيه كاملة وصفتي. حاضر حاضر تمام، راح نسميه لك إن شاء الله بإذن الله وصفة ناجحة. خليك معنا في الحلقة بس. شكرا لحضرتك، بارك الله فيك. تمام هنا تو هنا راح نجيب الصواني المحلبية بتاعتنا نحطوهم بالشكل هذا، وراح طبعا محلبية الزبدة هي ريحة مش قادر نوصفها بصراحة، المجديات يا ريت تجربوها الوصفة هي من المحلبية، راح تصيركم عليها إدمان عموما. من الوصفات الشهية جدا وطعمها فعلا شهي. حناخد توا بسم الله المحلبية متاعتنا ونحطوها في الأكواب بهذا الشكل. قوامها غريب يعني المحلبية هي قداش بنقول لكم من الوصفات يلي ما جربهاش فايتة هلبة بصراحة، يلي ما جربش المحلبية معناها مش ضايق محلبية، يعني باختصار هذا هو الموضوع. اللي مش مجرب وصفة المحلبية هذه معناها مش مجرب محلبية. ناخذ معنا اتصال من الأخت أم التوار. أسعد الله مساك صديقتنا وزميلة البرنامج، مساك السلام طيب. عليكم حالك شو وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله في نعمة، طمنين عليك إن شاء الله بخير يا رب. نعم صحيح، سلمي تفضلي. من فضلك أخبارك تعطيك الصحة. شكرا الله يفتح عليك. عجبتك الوصفة بتاع الدجاج طاجين الدجاج ولا لا؟ عجبتني لكن تجي حتى بلا تكرم بالطبخ. عفوا تجي باش؟ بكرم الطبخ تجي. هو احنا هن درناها بكريم الطبخ، انت قصدك تبيع من غير كريم الطبخ؟ ايه تجي عادي، ممكن تستخدمي صوص بشاميل بدل كريمة الطبخ. ايه او بنفسك يعني درت كريمة دي غريبة تركية اللي درتها مطلقة واحد مني اللي ما عجبتها عجبتها مقعد. وصفة غريبة تركية خيرها؟ درتها وعجبتها مقعد، ضيفت بها الناس كلها واللي جاني مع قهوة وعجبتهم. صحتين بالعافية عليكم إن شاء الله يا رب، صحتين. واحد لا حتى ما شاء الله عليك يعني من الناس اللي تاخذ الوصفة يعني حتى أنت ما شاء الله عليهم إيديك يعني الله يفتح عليك بارك الله فيك. والله درتها اجتني ما شاء الله تبارك الله الحق. صحتين بالعافية عليكم إن شاء الله يا رب. كلهم سألوني عليها وأعطتهم حتى طريقتها. بارك الله فيك، صحتين بارك الله فيك بالعافية عليكم إن شاء الله يا رب. حتى الملالبية بنجربها إن شاء الله. لا المحلبية بجديات أنا متأكد أول ما تجربيها أم التوار مش حتستخدمي أي نوع من المحلبيات، رغم أن المحلبية اللي فعلا فيها طعم جميل جميل جدا يعني نتمنى فعلا أنك تجربيها. بالمسك أو بالسمع يعني المكس هو المسك هو حيعطيك طعم. تفضلي كيف؟ إيه كنت أني نحاول ما ركزت عليها زين، كنت نحاول برا من حوش ما حطيت التست في الطاجين وأني نحاول أدون حصلتك. بارك الله فيك، الله يفتح عليك، شكرا سلمي. شكرا والله يعني سعداء سعداء جدا بمكالمتك. سلمي ان شاء الله ماشي بارك الله فيك ونشكر تبارك الله كل عام خير الذي الاخت الاخرى اسمها كانت تكلم فيك توا. اماني من وايمان ان شاء الله كل عام صحيحين. قولوا تاخذ معك تاخذ الحلقه كلها انتصار قوليها. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله هي وقت شويه ومفيش وتاخذ الحق معليش من اختي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله الله يفتح هي على يعني فكره كده تسمع فيك هي تقعد نهايه الحلقه فهي تقعد تسمع فيك الله يفتح عليك ان شاء الله يا رب. شكرا شكرا لحضرتك نورتي وخلي الناس تتكلم ما شاء الله معليش انا بقول لك كل عام صحيحه. شكرا الله يفتح عليكم ورب يحفظكم ان شاء الله كلكم اجمعين. شكرا لكم واحنا سعداء جدا بكم انتم راي يعني يعلم الله قديش بتكونوا سعداء بحضرتكم يعني فيكم وقت انتصار وسامحنا ان شاء الله قربناها يا رب يا رب. لا 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 هي لا احنا ما قربناش احنا خارجين ندرزوا بس قاعدين ايوه
الله يفتح عليك مدام، شكرا لحضرتك. كل عام صايفين باللي فيكم ان شاء الله. يا رب يا رب، شكرا لحضرتك، نورتيني، الله يفتح عليك، شكرا لك، شكرا شكرا لك، بارك الله فيك. ومشكوره انك انت جربتي الوصفه هذه اولا، وشكرا ان انت يعني شاركتي معنا وانا نجحت معك، وشكرا مره ثالثه انك انت شاركتيها للاصدقاء اللي تناولوها عندك، شكرا لحضرتك، وان شاء الله ديما حوشك عامر بالخير يا رب ان شاء الله. احنا طبعا المحلبيه ولت جاهزه، انا بدي اياكي تزيينه شويه جديده، ممكن مش جديده، ممكن في البعض يعرفها، حبيت هيك نشاركها معكم. حبيت ناخذ شاميه الشعر موجوده زي الفوي هيك تجي، راح ناخذ من الشاميه. على فكره لبس جوانتي خير، انا هيك افضل مش يعني نفسد كل الكميه، تمام. رح ناخذ شويه من الشاميه الشعر بتاعنا وبنحطها على الطواسي المحلبيه بتاعتنا، تمام. على فكره ميزتها ان الشاميه هي ما تدوبش، مش زي حلوه الصوف، فزينوا بها وانتم سعداء. يعني المحلبيه هي تحفه، يعني مجديات من الوصفات يلي بصراحه احنا مرات في رمضان في ناس يجي في السحور او يعني عندهم هيك جايه سحور، فأعتقد أنه راح يعني تقدموا لهم أنواع هي من المحلبية، أولاً شكل جميل وثانياً طعمها تحفة، يعني الطعم الكريمي الموجود اللي فيها جميل جداً. هي على فكرة المحلبية الشامية جايبها بنكهة فستك، فحنحط شوية فستك عليهم هيك من فوق، هي المفروض جاية فستها حبات فستك، تمام؟ فقط يعني كي ولت وصفتنا جاهزة. طبعا نقدموها جوا الصحن زي هذا، أنا أعطيتكم الكيال متاع 3 أكواب، ممكن تضاعفوا طبعا كمية، الوزنة موجودة عندكم بالضبط لو حابين أنكم تجربوها. نحط المسكة في النص، تمام. طبعا المستكة هي اللي عاطية الطعم الجميل، وعندنا كذلك وصفة التوست او الطاجين اللازانيا، احتوى وصفة خيالية بامتياز، طعمها ونكهتها من الوصفات اللي فعلا تستحق التجربة، ولازم لازم ما تجربوها. انا خليني بناخذ قطعة من الطاجين التوست نشوفوا كيف شكلها، تمام. يعني من الوصفات يلي جديات لازم ما تجربوها، تمام. خليني يعني شوي رح ناخذ نحاول نستف الكادر كويس، تمام. أعتقد هيك كويس. وإحنا قبل ما نخدم ممكن على فكرة ثلاثة يعني الصينية كبيرة شوي على المحلبية، فحسينا هيك أفضل يعني. تمام. بهذا الشكل طبعا رح ناخذ قطعة بسم الله من الطاجين بتاعنا، على فكرة قاعد سخون وشوفوا كيف متجانس معنا، بسم الله ما شاء الله. فعلا راهم الوصفات يلي خرافة، يعني فعلا من الوصفات يلي ننصحكم انكم تجربوها، طعمها ونكهتها بجديات يعني تحفة. وصفة طاجين اللازانيا بالتوست، شايفين كيف الطبقات اللي عندنا احنا هنا، وكيف اصلا الطاجين عندنا كيف كريمي وكيف واخذ من النكهات، شايفين حتى من هنا كيف الوصفه اللي عندنا، يعني كيف هيك التوست نفسه كي واخذ النكهات، ففعلا من الوصفات الشهيه
وما فيش اي حد نهائيا رح يعرف انها تسطى على فكره، يعني من الوصفات يلي زي ما قلت لكم تنقذكم في اخر لحظه. وهيك احبائي الكرام وصلنا لختام حلقتنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقه زي ما انا استمتعت معكم. نحب نذكركم بمواعيد البرنامج كل سبت وكل ثلاث الساعه عفوا كل انا قاعد في توقيت ما قبل رمضان، نذكركم بمواعيد البرنامج يوميا طوال شهر رمضان المبارك الساعه 2 الظهر، وايضا حنطلع عليكم بشكل حلقات مباشره كل سبت وثلاث وخميس باذن الله، حتى نشاركوا مع بعضنا اتصالاتكم وكل تفاعلاتكم، لانها فعلا التواصل معكم يعطينا دائما اجواء من الالفه والمحبه. نتلاقوا على خيره الله في حلقه جديده مميزه معكم ايهاب بن رجب، نشوفكم على خيره الله ان شاء الله. تحياتي للجميع. حلويات غرناطة لصناعة الحلويات الشرقية والغربية، تأسست عام 1996 لتكون الأولى لكل روادها. بمعمل مجهز وثلاثة فروع انطلقت المسيرة لإنتاج أصناف فاخرة بجودة عالية، حلويات بمختلف الأنواع والمكونات لتلبي تطلعات عملائها، عصائر طبيعية وإفطار صباحي. نوفر خدمة البطاقة المصرفية بنفس سعر الكاش، كما يوجد لدينا خدمات التوصيل وتلبية طلبيات المناسبات والبوفيه المفتوح. للحجز أو الاستفسار الاتصال عبر الأرقام التالية: فرع تاجورا بجانب تاج مول 091-840-66-91، فرع تاجورا بجانب جزيرة 25 فبراير 021-940-045، فرع حي دمشق بجانب قصور الضيافة 091-940-055، وأيضاً فرع بمدينة مسلاتة. كما توجد غرف خاصة بالعائلات. غرناطة، الفرح عليك والحلو علينا. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فرع تاجورا غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية: 091-810-030 091-810-040. الدوفان، فن صناعة الآثار.